بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة مكتك العرب، أهلا بيكم. الشرح النهاردة إن شاء الله عن السكاي بيو، مش هتلاقوه موجود لأن الطريقة جديدة. أنت إزاي تقدر تظبط السكاي بي عندك على السيرفر؟ وده ده حاجة جامدة أوي أوي، الناس كلها محتاجاه. إن أنا عندي سكاي بي اللي هو البرنامج اللي الناس بي إيه أهو، البرنامج اللي الناس بيعملوا بيه شات، الناس اللي بيعملوه بيه شات أهو. هنعمل كلوز، هنعمل له انهاء خالص عشان برضو نشوف النتيجة. بصوا يا رجالة، انا هعتمد في الشرح بتاعي على حاجة اسمها الادرس ليست. الادرس ليست بتيجي منين؟ من قائمة، ثواني نقفل ده كله، من قائمة اي بي فايروول، قائمة اي بي فايروول. تمام، طبعا انت عندك كده بتروح على الادرس ليست. بعد ما هترمي الرول اللي انا هديهولك هتلاقي عندك مايكروتيك العرب سكاي بي، دي اساسي. تمام، وبعدين من الاي بي فاير وول مانجل سكاي بي مايكروتك العرب، عملت له بري راوتنج وحطيته في الاس ار سي، وعملت له باكيت وسميته سكاي بي. تمام، وبعدين في الكيوز، علشان الناس اللي قالك انا عايز اتحكم في سرعته، في الكيوز عملت اضافه في الكيوز 3 سميته سكاي بي مايكروتك العرب، وبعدين اخترت السكاي اللي انا شغال عليه وخليت السرعة ديفولت واديت له الأولوية 1. طيب في ناس مش عايزة السرعة ديفولت، في ناس مش عايزة السرعة بتاعته ديفولت. افتح كبير كيوز تايب وافتح اد وسميه هنا سكاي مثلا، سميها سكاي، وبعدين هنا هنعملها بي سي كيو، وحدد السرعة انت عايزها تبقى 512 مثلا، اعملها 512 وقول له ابلاي، علم على الاس ار سي، وممكن تعلم على ده كله وتقول له ابلاي وتقول له اوكي. فانا هنا لو انا مش عايزه ديفولت اروح قايل له ايه، ادي له سرعه سكاي 512. طب عايز ازود، روح على سرعه سكاي زود اللي انت عايزه. تمام، لكن انا مش عايز دي، انا عايز ادي له ديفولت السكاي بي عشان المكالمات والكاميرا، الكاميرا والشات ما يقطعش ويبقى شغل نظيف قوي قوي مع الناس. تمام، كل اللي هتعمله هو رول هيترمى. طيب ايه الجديد كمان اللي عملناه غير انه رول وترمى؟ عملنا سكودلر او حاجه كده، سكريبت بقول له يا سيدي السكاي بي لو غير ايباهاته، الايباهات اللي هو شغال عليها. تمام، خش هاتها لي، شوف لي الناس اللي شغاله سكاي بي بيسحبوا او السكاي بي شغل نفسه على ايباهات كام وحطها لي. فبصوا كده ايه اللي حصل، قال لك انا لقيت دي ان اس السكاي بي اهو وحطيته، لقيت سكاي الدي ان اس السكاي وحطيته، لقيت وهكذا. يبقى احنا عملنا سكيدولر من سيستم، سكيدولر اهو، عملنا سكيدولر في السيستم، بقول له دور لي على السكاي بي وحطه لي، دور لي على ايباهات السكاي بي وحطها لي هنا علشان افتح لها السرعة. يعني كمان لو عملاء تانية شغالة على السكاي بي وجالهم ايباهات غير اللي انا حطيتها لكم الاساسية بتاعت السكاي بي دي، المايكرو تيك بيدور وبيجيب يحطها، يبقى اوتوماتيك من نفسه هيجيب الايباهات اللي الناس شغالة عليها. واخدين بالكم يا رجالة؟ هيجيب الايباهات اللي الناس شغالة عليها بتاعت السكاي بي ويفتح حالك. الموضوع ده حصري، مش هتلاقوه في ولا موقع ان شاء الله. كل اللي هتعمله يا كبير ان انا هديك الرولات بالشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي حالا، وكل اللي هتعمله هتفتح نيو تيرمينال وتروح عامل بيست بعد ما تاخده كوبي. هنشوف الرولات مع بعض. بص يا رجاله، كل اللي هنعمله هتيجي على الملف اللي انا مسموه لك سكاي بي، خده كله كنترول اول وكنترول سي كوبي، وتفتح كده نيو تيرمينال وبيست وتضغط انتر مرتين كده، خلاص السكريبت راح. السكريبت راح فين؟ افتح فاي اي بي فايروول، راح في الادرس ليست، راح في المانجل، راح في الكيوز، كيوز 3. اتاكد ان دي شغاله معاك. تمام، طب لو مش شغاله، عشان الناس اللي عندها النسخ السته، بص يا كبير افتح اضافه في الكيو 3 سميها هنا مثلا سكاي. تمام، وجلوبال اوت، جلوبال اوت او الاوت او اي حاجه من دي، جلوبال اوت. والباكيت مارك طبعا هي السكاي اللي احنا عملناها، والسرعه انت شوف انت هتعمل ايه، ديفولت والبريوريتي 1 وقول له اوكي، عشان الناس اللي بيقول لك طب نزلها لي بقى عشان النسخه 6. فبص يا رجاله، هو العداد شغال اهو بيعد، واخدين بالكو؟ العداد شغال بيعد اهو قدامكو اهو،
وهنثبت كمان. هروح اشغل السكاي بي اللي عندي. بص 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 العداد بسرعة عدى ازاي اول ما انا ضغطت على السكاي بي اهو، واخدين بالكم؟ بصوا بصوا العداد شغال شغال اهو، العداد شغال وعمال يشتغل ويعد اهو، يشتغل ويعد. ده يثبت لك ان السكاي فعلا شغال تمام اهو وبيعد. طبعا بيفتح لي السرعة ديفولت طبعا لو بتكلم او بشغل فيديو، فده بيظبط الدنيا معايا قوي. والناس اللي بتقول لك انا عايز اقلله، لا يا كبير بالعكس، اساسا في ناس مشتركين عندك علشان يكلموا قرايبهم بره بالسكاي بي، فانت ما تجيش تبوظها لهم. فده اهم رول يعتبر للسيرفرات كلها، ان انت تظبط السكاي بي. الف شكر ليكم. المدونة بتاعتنا اسمها مايكروتك العرب، هي اللي بتقدر تجيب عليها اي شرح. الحمد لله وصلنا لسبعة مليون مية وعشرين وتمنمية خمسة سبعة مليون ومية وعشرين ألف وتمنمية خمسة وعشرين زيارة. ألف شكر ليكم والسلام عليكم.